أهلا وسهلا بكن وبكم متتبعات ومتتبعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية. حزني كبير وعميق على الشيء اللي وقع اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد ناحية كازا. شي حدث في العمر ديالو 17 عام، هو ولد مبلغ سن الرشد، هز بحبة ديال باه ومشى قريب مشي مدرسة إعدادية وبدا كيسيري في الدراري، قتل جوج وثلاثة تهزوا في حالة حرجة للسبيطار والحصيلة مرشحة للارتفاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هادشي اللي وصلنا ليه أو حتى لهاد الدرجة؟ بزاف هادشي اللي كنسمعوا به، هادشي ما كانش حتى في ميريكان، أو ما كاينش حتى في ميريكان. فين غادا بين السفينة وشنو وقع بالضبط حتى أصبحت الروح رخيصة لهاد الدرجة؟ وهانتم كتبعوا يوميا شنو كيوقع، كل نهار كتسمع شي خبار وكتصدم شي جريمة أبشع من اللي سمعتي بها من قبل، الله يرد بينا وصافي. نرجع للشي اللي وقع بجامعة سيدي رحال الشاطئ. الجاني كاين حاضر من الدول الأصفر بنفس الجامعة، كيطلقوا عليه ولد الصياد حيت باه مشهور بالصيادة، وهذا بغى يصيد الدراري مساكن أبرياء ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم، كان في حالة غير طبيعية، هز بحبة ديال باه ومشى لتماك حدا الإعدادية عفوا، وبدا كيتيري بشكل عشوائي في كل اتجاهات بلا ما يرحم حتى واحد جا في طريقه. يقدر يكون عنده شي حساب مع شي وحدين، ويقدر دار داكشي كله غير من تلقاء نفسه، ومهما كانت الظروف والملابسات حتى حاجه ما كتسمح ليه ولا لغيره يدير ديك الحاله في الناس. حصيله للاسف كادت تكون اكبر لولا الطف الله. المعلومات المتداوله كتقول بلي السيد قتل جوج ماتوا سير بلاس متأثرين بالجروح اللي تصابوا بها في أنحاء مختلفة من الأجسام ديالهم، خاصة في الرأس والصدر بعد ما طلق عليهم النار من ديك البندقية ديال الصيد، وثلاثة تهزوا للسبيطار ديال النواصر بعد ما تصابوا بجروح متفاوتة الخطورة، وشي واحد فيهم إصابة ديالو بليغة في الصدر. الله يرحم المرحومين ويشافي المصابين ويصبر العائلة ديالهم مساكن. أما اللي قتلهم وجرحهم وخلى الجرح كبير في القلوب ديال افراد العائلات ديالهم، فيستاهل عقوبه اكبر من ديك العقوبه اللي كيتحكم بها وفق القانون الجنائي المغربي اللي كيتحكم بها على الاحداث، يعني الناس الدراري اللي ما وصلوش سن الرشد من مرتكبين مثل هذه الجرائم ديال القتل، واللي هذه العقوبه ما كتجاوز 15 عام ديال الحبس. هذا في عمره 17 عام، يعني مازال حدث ما بلغش سن الرشد، وبالتالي غادي يطبق عليه الفصل المتعلق بالاحداث. واخا هو سفاح قتل جوج والحصيلة مرشح للارتفاع بحكم الحالة الصحية اللي عليها بعد المصابين في هذا الحادث المؤلم اللي خلف حسرة كبيرة في صفوف ماشي غير الناس ديال المنطقة، بل الرأي العام الوطني اللي تبع مجريات هذه الجريمة بدق يعني بالتفاصيل، وتفاعل وتأسف للشي اللي وقع. الناس ديال هذه المنطقة خرجوا مباشرة بعد الشيوع خبر الجريمة للاحتجاج، ومشاو من البشوية حتى المقر ديال الجدرمية باش يبلغوا الصوت ديالهم، حيث كيقولوا باللي الامن شبه منعدم في المنطقة وباللي المسؤولين الامني لا يتجاوبون معهم. هادشي اللي قالوا في تصريحات في فيديوهات منشورة الكترونيا، والله يحد الباس. الناس قالوا باللي قبل نهار واحد من هاد الجريمة البشعة جا شي واحد تاهو مسلح بشي موس كبير ودخل ديك الاعدادية وحاول باش يعتدي على التلامذة وعلى البنات بالخصوص، وقالوا باللي حوادث السرقة كثرت بشكل كبير في غياب حملات أمنية، خاصة في محيط هذه المؤسسة التعليمية اللي كتشهد بحال هذه الحوادث. باختصار شديد، هذا الحدث اللي ارتكب هذه الجريمة أو السفاح ديال سيدي رحال الشاطئ شدوه جدرمية، ودابا راه في الضيافة ديالهم، راه بيت عندهم في انتظار انتهاء مسطرات الاستماع ليه في محضر رسمي. هذا المحضر غادي يسمعوا فيه أيضا للشهود والضحايا قبل الإحالة ديال المتهم على الوكيل العام باش يتخذ المتعين في حقه قانونان. وموجة الغضب ما هادشي اللي وقع غير ما كتزيد، الله يرحم المرحومين ويشافي المصابين، قولوا اللهم آمين، والله يهدي الشباب اليوم على هادشي اللي كيديروا. هادشي غير الحماقات، كل نهار كتسمع شي خبار كينسيك الخبر اللي داز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بقاش الانسان كيضبط الاعصاب ديالو وبحال هاد الحوادث باش يجي انسان بحبه ويبقى يسير في عباد الله قدام مؤسسه تعليميه او بعيد عليها بامطار معدوده
هادشي ما كنا كنشوفوه غير في الميريكان وكنسمعوا به ونقراو عليه ونسمعوا به ونشوفوه في الاخبار. ساعة للاسف دابا بقينا كنعيشوا هذا الحدث غير ما يثير السياق ديالنا كاملين، والى فرصة لاحقة دمتم اوفياء للقناة.